السلام عليكم. موضوعنا المرة دي هيبقى من المحكمة الأردنية اللي قررت الحبس 7 سنين لشاب عنده 20 سنة. الواقعة هنقولها كالتالي: شاب اتعرف على فتاة على موقع تواصل اجتماعي، تحديدا الانستجرام. اتعرف عليها بحجة ان هي تعرفه وهو يعرفه، اتعرفوا من بعض وهما الاتنين كانوا ما يعرفوش بعض اصلا او من الاساس، ولكن هما الاتنين كانوا من المدينة، نفس المدينة المتواجدة في الأردن. المهم، البنت كانت عندها 14 سنة، كانت دايما بتقوله ان هي اكبر منه سنا من كده بكتير، وهو كان عنده 20 سنة. المهم، الاحاديث وصلت بيهم ان هي قالت له: انا عندي دلوقتي 14 سنة وكنت بكذب عليك وما كانش عندي 20 سنة قدك. المهم، الشاب العشريني استغل البنت في حاجة زي كده. بدأوا الاتنين يتكلموا، اوهمها بالحب لغاية ما فعلا حبته. بدأ ان هو يتردد عليها بالكلام، يقول لها كلام معين. وصلت الاحاديث للاحاديث الجنسية، وصلوا ان هم يعملوا السكس فون زي ما بيقولوا، يعملوه مع بعض في التليفون. وصلت بيهم المرحلة بعد كده ان هي تبعت له صور، الصور كلها اللي كانت بتبعتها له كانت كلها تبقى تقريبا عريانة، كل تفاصيل جسمها بعتتها له. البنت عندها 14 سنة، فاهمة او مش فاهمة دي مش النقطة الاساسية اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنحكي لكم على الواقع. المهم، بدأت البنت تبعت له صور ليها وهي عريانة، وهي بتاخد دش، وهي في الشاور بتاعها، وهي بتعمل، بعتت له كل التفاصيل جسمها. وبالتالي هو كمان بعت لها صور ليه برضه جنسية وهو برضه عريان. دي الحاجات دي كلها المثبتة كمان في التقارير الخاصة بالنيابة الأردنية في الوقت ده، والمحكمة موجود عندها كل الحاجات ده. لؤلؤة البنت اللي عندها 14 سنة اللي تقريبا برضه مش فاهمة الدنيا رايحة فين، قررت في وقت معين ان كل اللي بتعمله ده غلط في غلط، علشان كده قررت ان هي تنهي الموضوع مع الشاب العشرين. قالت له: احنا ما ينفعش نعرف بعضنا تاني، بالرغم ان هم ما كانوش اصلا يعرفوا بعض عن طريق موقع التواصل الاجتماعي اللي هو الانستجرام. ولكن بعد طول فترة قعدت شهور ما بينهم وما بين بعض، كانت الصور والايحاءات الجنسية والجنس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدنيا دي كلها كانت موجودة ومثبتة في الشات ما بينهم هما الاثنين. البنت لما قررت تعمل الصح بعد كده وتنهي العلاقة مع الشاب ده لما لقت فيه ان هو ما يناسبهاش اطلاقا، في الوقت ده قررت ان هي تسيبه. قالت له: كل واحد هيروح لحال سبيله. الولد مرضيش ان هو يسيبها، عنده 20 سنة، قال لها: مش هسيبك، هبلغ عنك في كل حتة في الدنيا، هنزل صورك اللي انت بعتيها لي في كل حتة في الدنيا، هفضحك. بعت لها الصور الجنسية كلها اللي هي كانت متواجدة عنده، وهي عارفة ان الصور والفيديوهات موجودة في التليفون بتاعه، ولكن كانت تفكر ان هو ارجل من كده شوية، ولكن الموضوع ما كانش كده. قرر الولد ان هو يفضحها فضيحة بجلاجة. البنت برضو قررت ان هي ما تعملش اي حاجة، قررت برضو الانفصال عنه، قالت له: ما ينفعش، الموضوع ما بيني وما بينك انت. علشان كده الولد راح مقرر ان هو يجمع الفيديوهات كلها والصور كلها وكلمها برضو في التليفون، وقال لها: انا هبعت لاخوكي كل الصور والفيديوهات دي، علشان هو جبان وعلشان هو مش راجل وعلشان هو ما يعرفش يعني كلمة نخوة. بعت الصور والفيديوهات دي كلها، اكتر من 40 صورة وفيديو، لاخو البنت، ولكن بدل ما يبعتها لاخوها بعتها لصديق اخوها، يعني بعتها لصاحبه. قال له: انا اعرف البنت فلانة الفلانية اللي هي لؤلؤة، وبعت له الفيديوهات كلها المصورة صوت وصورة. بعت له الفيديوهات، صاحب اخوها كل اللي قدر ان هو يعمله ما قدرش يعمل حاجة، كان لازم يكلم اخو البنت، وبالفعل كلمها. قال له: انا عايزك في موضوع معين، ولكن لازم تتريس فيه وتفكر بالموضوع بطريقة صحيحة. خير في ايه؟ المهم، بعت له الفيديوهات دي كلها، شاف الفيديوهات وشاف الصور. اخوها ما قدرش ان هو يعمل اي حاجة، كل اللي عمله رفع سماعة التليفون، قال لها: انت تعرفي واحد اسمه فلان الفلاني كذا 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 كذا؟ قالت له: ايوه انا اعرفه وكل حاجة، ولكن انا قررت ان انا اسيبه بعد حاجات معينة، انت بعتي له صور او فيديوهات او كاني او ماني. المهم، البنت حاولت ان هي تقول له مفيش حاجة زي كده، ولكن قررت في الاخر ان هي تقول له الحقيقة. قالت له: بالفعل انا كنت بعتاله الحاجات دي كلها. قال لها: طب انا جاي لك دلوقتي على طول على البيت. البنت خافت، اخدت اكتر من 40 حباية علشان تنهي على نفسها، ولكن الحمد لله وشاء السميع العليم ان البنت يقدروا يسعفوها، والحمد لله
قدروا ان هم يعملوا لها زي ما بيقولوا غسيل معدة علشان يطلعوا السموم لأربعين حباية اللي كانت عايزة تنهي على حياتها بيها، والحمد لله عايشة. ولكن في الوقت ده الأخ لما شاف الدنيا دي كلها بلغ الأب وبلغ الأم والعيلة كلها عرفت، قرروا ان هم يعملوا محضر في الشرطة الأردنية، اللي على طول في خلال ساعات قليلة من بعد البلاغ جابوا الشاب، مش عايز اقول كلمة معينة، ولكن جابوا الشاب المعفن، جابوه على طول، جابوه واعترف بالاعتراف الكامل ان هو كانت فيه علاقة ما بينهم هما الاثنين. وفي الاخر لما قالت له انا عايزة اسيبك او مش هينفع نعمل حاجة غير كده، قرر ان هو يا يمارس معها الجنس او الرذيلة، يا الا يبتزها عن طريق الفيديوهات دي ويبعت الرسائل دي او الفيديوهات دي لكل اصحابها واهلها واخواتها. المهم لما البنت رفضت في الليلة دي كلها، قرر بعد كده ان هو يرتكب الفعل اللي احنا قلناه، وبعت لصاحب اخوها كل الفيديوهات والدنيا دي كلها. المهم الشرطة الاردنية جابت الشخص ده في خلال ساعات قليلة وجابته واعترف الاعتراف الكامل ان كانت في علاقة فقط على الانستجرام ما بينهم هما الاثنين، ولكن الموضوع ما امتدش غير كده، يعني ما شافهاش، ما قابلهاش، ما عملهاش، ما لمسهاش. ولكن هو قال لما رفضت حاجة زي كده حاولت ان انا امارس معها الجنس وبعد كده اسيبها، ولكن البنت اللي عندها 14 سنة رفضت الموضوع رفض تام، علشان كده حاول ان هو يفضحها الفضيحة اللي احنا قلنا عليها. الحمد لله المحاكم الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي في كل مكان ما بيسيبوش اي واحد يرتكب فعل او جرم على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لو حضرتك شايف نفسك اللي انت شبح وبتوقع الناس او بتوقع البنات او بتعمل الحاجات دي كلها، وحاولت بعد كده اللي انت تبتزهم ان انت تنام معاهم او تاخد منهم فلوس او ايا كان، هتتجاب وهتترقع الموضوع او هتترقع اكتر من سنة. المحكمة الاردنية الحمد لله وبنشكرها على حاجة زي كده، 7 سنين اخدها الشاب العشريني، 7 سنين هيضيعهم من عمره بسبب حاجة عبيطة هو كان بيفكر ان هو هيعملها، 7 سنين هياخدهم من عمره، وبعد كده هيطلع هيتعرف عنه كل الموضوع ده. نقطة بقى مهمة عايزين نتكلم فيها، صور فيديوهات كذا 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 كذا، علاقة محدش يعرف بعض على الانستجرام او اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى فيه هنا حدود، لا حد يبعت ولا حد ما يبعتش، كل واحد يعيش في حال سبيله. العالم الوهمي دلوقتي اصبح دلوقتي كله قرية صغيرة، بيت واحد، مكان واحد، اللي عايش في الاردن كأنه عايش في مصر، اللي عايش في مصر كأنه عايش في امريكا، اللي عايش في امريكا كأنه عايش في الامارات، اللي عايش في الامارات كأنه عايش في ايطاليا. الدنيا كلها بقت مفتوحة على بعض وكلها بقت دايرة صغيرة، بتبقى موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وبتلاقي 10 أو 20 واحد تعرفهم عند الراجل اللي انت تعرفه او عند السيدة اللي انت تعرفه، فالدنيا كلها اصبحت سداح مداح. المهم نقطة كمان هنتكلم فيها، البنت اللي عندها 14 سنة اللي المفروض الأم تخلي بالها منها 100%، غفلة الأم عن البنت في وقت معين وهي ماسكة الموبايل 24 ساعة ومش فاهمة هي بتعمل ايه. وبرضو ناس كتيرة هيقولوا 14 سنة يعني الدنيا كلها ما بينها وما بين أمها المفروض تبقى مفتوحة، والمفروض ان البنت تبقى واعية وعارفة الدنيا كلها ومدركة فيها ايه، ولكن للأسف مفيش حد بيدرك حاجة زي كده. لازم الأم تعرف بنتها بتعمل ايه وتقول لها وتوجهها بالطريقة الصحيحة، ولكن مش بالإرغام او ان هي تطلب منها ان هي ترمي الموبايل. او خلينا واقعيين ان احنا دلوقتي في عصر الانترنت او السوشيال ميديا، ولكن لازم يبقى بطريقة مقننة وبطريقة ان الأم والأب والإخوات يبقوا كلهم مع أختهم في حاجة زي كده. الشاب اللي عمل حاجة زي كده، انت ما فكرتش في امك ولا اختك ولا قرايبك ولا اي حاجة، انت ما عندكش نخوة، انت مش راجل، ده اللي ينطبق عليك او الكلمة اللي هي تنطبق عليك، انت مش راجل. لما تيجي تحافظ على واحدة او لما تيجي تتكلم واحدة او لما تيجي توهمها باسم الحب او هتتجوزها بعد كده في يوم من الايام، لازم يبقى عندك من الرجولة والنخوة ان انت تحافظ عليها حتى تبقى راجل في العلاقة بتاعتك لما تيجي تقطعها. كل واحد يروح لحال سبيله، لكن الامور اللي زي كده مش هتتساب. وشكرا بالفعل للبنت اللي هي ما رضيتش ترضخ له في حاجات تاني، يعني البنت مش عايزين نجيب عليها كل اللوم، عليها لوم وعليها لوم كبير، ولكن مش عليها اللوم كله، اللوم الاكتر من كده على الشاب اللي هي عرفته، على الاهل اللي هم مش مراقبينها مراقبة كويسة، على الراجل اللي هي عرفته او المعفن اللي هو عرفته، وبعدها على طول ضحك عليها بالمنظر ده. 7 سنين هيروحوا من عمره، شكرا للمحكمة الاردنية ان هي عملت حاجة زي كده علشان تخلي اللي بيفكر في حاجة زي كده يبطل يفكر
ان هو يعمل حاجة مع كده مع ولاد الناس. سلام عليكم.